العملية الأمريكية الواسعة التي تمت اليوم في أكثر من محافظة يمنية، كيف تقرأها في ظل التوجهات الأمريكية الجديدة في المنطقة؟ أولا هذه العمليات هي عمليات يعني غير قانونية، هذه عمليات بدون علم السلطة الشرعية والحكومة الشرعية في الجمهورية اليمنية. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد، لا أقول أنها لا تثق بالحكومة الشرعية، ولكنها لا تريد أن تتعامل مع الحكومة الشرعية بسبب أن الجيش الوطني يتشكل خارج سيطرتها أو خارج نفوذها. وأنها لا تريد أن تتعامل معه، وكانت لها خلاف يعني بالنظام السابق. الولايات المتحدة الأمريكية في حقيقة الأمر ليست جادة في محاربة الإرهاب، ونحن نعلم جيدا على سبيل المثال أن لكن سيد فهد، أين الموقف الحكومي إذا ما تمت العمليات هذه بدون تنسيق؟ أين الموقف الحكومي الذي يوضح ذلك؟ نعم، أنا لا أريد أن أكون هنا مبرر للحكومة، ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ابتزازا، نستطيع أن نقول يعني ابتزازا سيئا للغاية للحكومة الشرعية. هذا الابتزاز يعني يتمثل في أكثر من ملف، وخاصة في ملف الإرهاب. وأعود إلى التأكيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية غير جادة في محاربة الإرهاب، وظهرت فشلها، وكل الإجراءات التي قامت بها منذ 2004 حتى الآن ضاعفها من عملية الإرهاب. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد القضاء على الإرهاب، إنما تريد أن تبتز دولة الجمهورية اليمنية، وأن تبتز دول الخليج والدول المجاورة لها من خلال القاعدة في اليمن. وإلا الطريقة التي تدار أو الطريقة التي تعتمدها هي طريقة خاطئة، أثبتت سواء على يعني على مستوى التجربة أو حتى على مستوى القراءات لهذه الخطوات منذ 10 سنوات وحتى الآن على الأقل. نعم سيد فهد، يعني هناك من يقول أن هذه العملية أتت لتغطية الفشل الذي حدث في العملية السابقة والتي راح ضحيتها مدنيون وأيضا جنود أمريكيين. وحتى هذه العملية كما حتى المعلومة الواردة تقول الآن أنها فاشلة، في يعني فاشلة ولم تقم بالأهداف التي يعني لم تحقق أي هدف حتى الآن. يعني حتى عدد القتلى لم تطرح الصورة بشكل كامل حتى الآن. لا يوجد يعني هذه عمليات غير شرعية، ويجب على الشارع اليمني ويجب على السياسيين ويجب قبل ذلك على الدولة أن تدينها وأن ترفضها، وأن يكون هنالك موقف صارم وحازم في مثل هذه التدخلات غير المبررة. القاعدة لا ينبغي أن تحارب من قبل أي دولة أخرى، وإنما من خلال تماسك الدولة وعودة مؤسساتها. وهي قادرة على حسم هذا الملف. المملكة العربية السعودية حسمت هذا الملف، وهو كان من أكبر الملفات الموجودة داخل الوطن العربي، حسمته في ظل 10 سنوات فقط، فيما دولة العراق كمثال عندما سمحت للولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل. أين هي القاعدة والتي أنتجت يعني تنظيما آخر أكثر وحشي منها، وهو تنظيم داعش؟ هذا الملف ينبغي أن يبقى ملفا وطنيا يمنيا، هو داخليا، هو الذي يعرف كيف يواجه مثل هذه التنظيمات الإرهابية. ويجب أن تتوقف الغارات الأمريكية التي أصبحت تغطي الإرهاب وتغطي الانقسامات الداخلية داخل اليمن، ونحن نعرف مواقف هذه الدولة سواء على الجانب السياسي أو على الجانب العسكري. نعم سيد فهد، في ظل هذا الواقع القائم، هل تتوقع استمرار عمليات مماثلة لما تم اليوم؟ بل هنالك تخوفات كثيرة من أن تستمر بصورة أكثر، وخاصة بعد ربما وهذه مخاوف طرحها البعض بأن إعلان الحوثيين أو إعلان جماعة الحوثيين بأنها تمتلك طائرات بدون طيار قد تكون خطوة لضرب، يعني قد تكون هنالك تنسيقا مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع دول أخرى لضرب يعني مناطق نفوذ للمقاومة والجيش الوطني والشرعية، ولم تصل إليها يعني لم تصل إليها الحوثيين، ويعني تعلن جماعة الحوثيين مسؤوليتها عن تلك الأهداف أو عن تلك الضربات. وهذا هنا ما يتوجب على الحكومة وعلى الشرعية وعلى الجيش الوطني وعلى التحالف أن يكون هنالك يعني أن يكون هنالك موقف موحد و وواضح في هذه المسألة، واستشعار بأي مخاطر قادمة.